السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم كوني مبدعة مع حسنة أو لا بي كرييتيف ويت حسنة. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على الطريقة كيفاش نصيبوا الكوفرولي السرير ديال الوليدات. فهي طريقة بسيطة وسهلة واللي يقدر أي واحد يديرها إن شاء الله. كنتمنى لكم فرجة ممتعة، وما تنسوش إلا كي يعجبكم فيديوهاتي وكتحسوا بهم وكتستفدوا منهم ما تنسوش الضغط على زر اشتراك واللايك ليصلكم اي جديد. فاول حاجه غادي نديرو التطبيق على جسم صغير بحال شي كرتونه او لا بحال هاد الكرتونه مثلا، باش تجيكم الطريقه سهله ماشي بحال الا بديت لكم النيشان بالمطله. هاد الطريقه هادي يعني غتبان لكم احسن. كناخدو التوب كنحطو عليه هذاك اللي نفترض هذه هي اللي هذه هي البونجا او لا السرير او لا السداري الماطلة الماتريس، كل واحدة شنو كيقول ليها. كنحطوها بحال هكا. من بعد غادي نبداو نحسبوا الارتفاع، يعني بشحال باش مرتفع هاد البونج ديالنا. هنايا عندي الارتفاع هو 5 سنتيم. هاد 5 سنتيم غادي نزيدو عليها 10 سنتيم. هاد 10 سنتيم هي اللي غادي تكون يعني ديال التغلاف، اللي هي باش غادي تكون من التحت، يعني سداري ديك التغليفة اللي غادي تكون اولا التوب الزايد اللي غيكون لتحت هي 10 سنتيم. هاد 10 سنتيم كنديروها في اي حاجة، سواء في الكوفر اللي ديال السرير او الطلانت او لاي حاجة غادي تغلفو، ديما 10 سنتيم. هادي كان يعني كناخدو الارتفاع زائد 10 سنتيم ديال التغلاف اللي غيكون لتحت. هادي هي ديك 10 سنتيم اللي قلت لكم هي اللي غادي تجيها كامل لتحت، هي ديك الزياده اللي غادي نغلفو بها. هنا غادي نبداو نتراسيو هذاك الحساب ديالنا اللي هو الارتفاع زائد التوب اللي غادي نغلفو به. كنتراسيو بحال هكا من الجناب، يعني من الجناب كاملين، يعني كتاخدو ديك الزاوية القائمة هي اللي كتراسيو. نفس الشيء غادي نعملوه مع الجوانب 4. المرحلة التالية اللي هي غادي نقطعو هادك المربعات اللي طراسينا من الأول.
هذا هو الشكل ديال هذاك الثوب من بعد ما فصلناه. غادي ندوزو دابا باش الطريقة الموالية غادي تكون ديال الخياطة، اللي غادي نشدو بحال هكا الأطراف وغادي نخيطوهم. إذا البنات هذا هو الماتريس أو الماطلة، كل واحدة شنو كيقول ليها. من بعد ما حطيناها فوق الثوب كيف كتشوفوا، حسبنا الارتفاع اللي عندنا هنا هي 14 سنتيم في الارتفاع، زدنا ليه 10 سنتيم ديال التغلاف. ونسيت ما قلت لكم ديك 10 سنتيم تاع التغلاف غنزيدوا ليها 4 سنتيم ديال التكفيفه، فين غنكفوا لاستيك وفين غنكفوا الجوانب الاخرى، فهمتوا؟ طريقه سهله وما صعيبهش بزاف، وكيف قلت لكم هاد الطريقه تقدروا تستعملوها في الطلامات، في اي حاجه بيتو تغلفوها، السداري تاع الدراري الصغار او اي حاجه. هاد البلاصه اللي متراسيه هي اللي غادي نقطع بالمقص كيف كتشوفوا، هاد المربع هو اللي غادي يتقطع، ونفس الشيء مع الجانب الاخر، وهاد الخط حتى هو غادي يتقطع. نقطعو ان شاء الله ونرجع لكم. اذا هذا هو الشكل من بعد ما قطعناه، قطعنا دوك المربعات ديال الجوانب بربعة طبيعة الحال. دابا المرحله القادمه غادي تكون الخياطه، يعني غادي نخيطو هنايا، غنجمعو هاد الجوانب هادو كاملين، غيتخيطو للداخل بحال هكا، ونفس الشيء بالجوانب الاربعه. دابا غادي نخيطو، غادي ناخدو هاد الراس هذا مع هاد الراس، حاولوا هاد الشيء باش تراسيتو يكون لداخل باش ما يبانش لكم على برا ملي تساليو الخياطه، كتشدوه بحال هكا. الخياطه مزيان باش ما تحلش لكم. نفس الشيء غنمشيو للجهه الثانيه نفس الطريقه، نبداو من الراس الخارجي من هنا وحنا غادي لداخل. من بعد ما خيطنا الجوايه بربعه كيف كتشوفوا، ها هما بحال هكا. دابا غادي نكفو هاد الحاشيه كامله، غادي نكفوها على جوج بحال هكا بالخياطه.
من بعد ما كففنا الحاشية كاملة، كففناها بماكينة، غادي ناخدو هاد القنت هذا، غادي نحسبو تقريبا 20 سنتيم. هنا منين غادي يبدا لاستيك، يعني غادي نبداوه من هنا، غنزيدو به هاد الجانب هنا حتى الدورة، من 20 سنتيم من هنا ونبقاو غاديين به، غاديين هذه الحاشية الأخرى أو الجانب الآخر، ونحسبو 20 سنتيم. وهنا فين غادي نساليو لاستيك، يعني هنا فين غادي تكون نقطة نهاية لاستيك. غنجرو لاستيك مزيان ونخيطو، نجرو مزيان، هذا ما كيتجرش، الثوب التحتاني ما كيتجرش، كنجرو فقط لاستيك. الى عندكم لاستيك الغليظ تقدروا تستعملوه، انا عندي الرقيق. ونفس الشيء للجهة الأخرى. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكافر ديال الماتريس ديالنا اللي درنا. كيف كتشوفوا هو لاستيك، منين بديناه من هاد الخياطة، هادي اللي خيطنا في الأول، شفتوا تقريبا 21 سنتيم، كتجي لنا خدمة متقونة، وما كاينش أسهل من هاد الطريقة هادي اللي عطيتكم، فهي طريقة سهلة جدا وكتعطيكم واحد يعني خدمة متقونة بزاف كيف كتشوفوا. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الطريقه هذه، وخليوا لي في التعليق الى بغيتوا يعني افكار جديده وافكار ان شاء الله للاستفاده في مجال الديكور والخياطه. وكيف ما لاحظتوا معايا، يعني طريقه سهله بزاف وبسيطه وما كتاخذش الوقت بزاف، وهذا هو الشكل النهائي بالنسبه لهاد المخدات هادو. ان شاء الله غادي نخلي لكم في الصندوق الوصف الطريقه ديالهم، سواء المخده ديال اللي على شكل الغيمه او اللي على شكل بابيون. هنا كنوصلوا لنهايه الفيديو، دمتم في امان الله وبسلام عليكم.